كنا بينبأ أنه يوجد عنصر وحيد ألفا بحيث جيلي ألفا يساوي صفر. دونك مطلوب منا التطهير تاع ألفا بدقة تاع 10 أس ناقص 2 صحيح؟ دونك أول من خلال الرتابة تاع الدالة جي حسبنا الجيلي واحد قناة كده راح انزلي واحد شحال تساوي تقريبا تساوي بالضبط زوج. بون حسبنا الجيلي 0.5 قناة شحال تساوي ناقص دونك لقينا قيمة اللي هي سالبة معناه أن الألفا فهي محصورة ما بين 0.5 و 1 دونك عندنا ألفا فهو محصور بين 0.5 و 1 هاكا باش نعطيو قيمة مقربة للألفا بالدقة المطلوبة واش غادي نديرو؟ غادي نمشيو للكالكيلاتريس دونك غادي مود هاو في مود واش عطاتكم الكالكيلاتريس؟ إن عطاتنا ما كل واحد يحسب الكالكيلاتريس تاعو عطاتنا الجهة اللي فيها طابل صافي؟ إن هنا عطاتكم الصيغة نتاع الدالة أو إف لي إكس تساوي دونك حنا واش غنديرو ندخلو هاد الصيغة اف لي اكس تساوي ال ان دي اكس او كاري زائد 4 على اكس ناقص 2 على اكس او كاري دونك لان خصنا ندخلو الاكس باش نكتب الاكس واش كندير كنستعملو الفا ثم نمشيو لاتوش اكس اللي فيها اكس يعني نكتبو الصيغة تاع الدالة صافي كتبتوها ال ان لي اكس او كاري زائد 4 على اكس ناقص 2 على اكس او كاري صافي كامل كتبتو الصيغة تاع الدالة غادي نمشيو لاتوش ايكال لاتوش ايكال واش عطاتكم عطاتنا ستار صافي دونك ستار عطاتنا واحد واحد ثم نولي نوطا لاتوش ايكال مرة واحدة أخرى واش عطاتنا؟ اند خمسة صافي؟ ثم نولي نوطا لاتوش ايكال مرة واحدة أخرى ستيب عطاتنا واحد صافي؟ هاذوك نوطا على ايكال إن نوطا على ايكال واش عطاتنا؟ دونك عطاتنا واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة وهنا عطاتنا الصور تاعهم دونك هنا عطاتنا إكس وهنا عطاتنا إف دو إكس صافي معناه ستارت غادي تبدي بواحد أند خمسة يعني غادي تكمل في القيمة خمسة ثم ستيب بواحد معناه أن لو با اللي غادي نتمشاو به هنا فهو واحد صافي دوكا غادي نشونجيو هاد لي فالور هادو هنا عطاتنا الصور على القطعة واحد خمسة هنا نشونجيو هاد لي فالور بلاصة ما ناخدو واحد واش غنديرو بلاصة الواحد دونك غنديرو 0.5 لأن الألفا راه بين 0.5 و 1 ثم أند غنديرو واحد صافي غادي نبدلو هاد لو با هذا بلاصة ما ناخدو دونك غنديرو صفر إلا درنا 0.1 عطاتنا 0.6 0.7 إلى آخره نديرو 0.1 شحال عطاتنا دوكا القيم؟ دونك باش غتبدي؟ ولي ستارت وليو من الأول باش توليو غتطلع على أسي صافي؟ مشيو لاتوش اسي يعني في اسي عطاتكم لا فونكسيون الاولى اللي عطاتنا دونك غادي نبداو ا زيرو وطالع ايكال عاد تولي عطاتنا واحد دونك هذيك واحد كتبوا بلاصتها 0.5 صافي ثم وطالع ايكال مره واحده اخرى دونك بلاصه الان ايكال 1 غادي او 5 غادي نكتبوا الواحد صافي عاد نمشيو ستيب نبدلو ديك لافالور تاع ان بلا 0.1
Longozata tane Ali Bayo 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 و1 صافي دوك لي فالو اللي عطاتنا المجال اللي اختارينا احنا اختارينا المجال 0,5 1 وهنا فهو لو با اللي كنا كنتمشاو به يعني كنزيدو ب 0,1 صافي دوك عطاتنا لي فالور من واحد الاشاره واحد المره تبدل الاشاره نتاعها على حساب الرتابه نتاع الداله جي الاشاره نتاع الصوره نتاع 0,5 سالبه 0,6 موجبه دونك معايا موان اي نو شنو نستنتجو بالنسبه للالفا دونك الالفا راه بين 0,5 و 0,6 صافي دونك نوليو نعاودو نفس العمليه يعني دوكا راه حنا عطينا تقريب الالفا بدقه شحال 0.1 الفرق 0.6 ناقص 0.5 تعطينا 0.1 عاد نوليو نعاودو نبدلو هادي نديرو 0.6 كما تاو لو با اللي غادي نتمشاو به نختارو 0.01 صافي اه تا ما لي فال لا تعطينا 0.5 مورا 0.51 0 52 53 54 الى اخره دونك غادي تبدل بين 0.0.6 صافي ما غادي تبدل الاشاره معناه ان الالفا راه بين 0.6 دونك هنا تعطينا الدقه شحال 0.01 اه يمكن لي نعاود نفس العمليه ندير 0.59 0.6 ونبدل لو با هنايا وعطاتنا فالور وحده اخرى الصور عطاتك الصوره تاع 0.5 عطاتها لك سالبه والصوره تاع 0.6 عطاتها لك موجبه صافي يعني حسب تي في اي بما ان الصوره تاع 0.59 سالبه والصوره تاع 0.6 موجبه معناه ان الالفا راه بين 0.59 و 0.6 دونك نشوفوا فين كتغير الاشاره فقط هنا كانوا قبيله كي كانت هنا 0.5 كانت هنا 0.5 وكانت هنا الان يعني كانت هنا موان وكانت هنا بليس دونك فاش بدلتي لي فالور تبدل